وفي إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، عقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية. هذا وترأست أعمال الاجتماع سعادة الأستاذ إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان بل أعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين والدول الأعضاء. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية والمتمثلة في المعادن والسيارات، الزراعة والأغذية، البتروكيماويات والأدوية. كما تم أيضا بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضها أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات. مملكة البحرين تسعد باستضافة هذا التجمع الكبير وهو اجتماع اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الصناعية المستدامة، والتي تعقد برعاية كريمة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. هذه الاجتماعات للشراكة تضم ممثلين من دول الشراكة وهي مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية، وأيضا ممثلين من المملكة المغربية التي نسعد من ضمامها غدا إن شاء الله في اجتماع اللجنة العليا. هناك عدد من المشاريع اللي تم طرحها اليوم سواء مشاريع إحلال واردات أو مشاريع بشراكة في القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشراكة، وهي كثيرة، منها المعادن والسيارات، الأغذية والبتروكيماويات، وأيضا صناعة الأدوية. تم استعراض للمشاريع اللي تم الإعلان عنها في الاجتماع السابق في فبراير في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا استعراض مشاريع جديدة، يعني سير عمل المشاريع اللي تم الإعلان عنها وأيضا الدخول في مشاريع جديدة. احنا ركزنا في الشراكة على مجموعة من القطاعات الرئيسية تدخل في البتروكيماويات، المعادن، الأدوية، الأغذية، الزراعة، يعني مجموعة من القطاعات الرئيسية اللي تهم دول الشراكة تركيز على إحلال بعض هذه الواردات، تقوية سلاسل الإمداد والتوريد، وخلق صناعات قوية تعتمد على تكامل صناعاتنا وشركاتنا، مواردنا الطبيعية، التكنولوجيا الموجودة في الشركات في دول الشراكة. احنا كلجنه تنفيذيه، اجتماع اليوم كان لجنه تنفيذيه تحضير لاجتماع اللجنه العليا غدا الوزاري. هذا احنا نجتمع في الواقع اكثر من اجتماعين في الشهر، هو اجتماع اسبوعي اذا كان يتطلب الامر مناقشه مواضيع عده. نناقش في هذا الاجتماع كافه المواضيع التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات لجان عليا سابقه من اصحاب المعالي، متابعه مشاريع الشراكه، اذا كان هنالك تحديات من ضمن اي مشروع نحاول ان نعالج هذا الموضوع، نناقش ايضا ممكنات لتمكين الشركات من الدخول بشركات وتشبيك بينها. بنشهد النهارده اولى الجلسات الخاصه بالمعادن والسيارات، مشروعات واعده، بيتم دراسة المشروعات الجديدة اللي بتتقدم للشراكة، المشروعات جيدة، وأعتقد هيبقى فيها إعلان بكرة على عدد من المشروعات ما بين الدول، وهنعلن انضمام دولة المغرب غدا إن شاء الله، وأعتقد هتبقى ميزة لدول الشراكة في تحقيق التكامل. الجزء الآخر من الجلسات هو مناقشة المشروعات اللي تم الإعلان عنها سابقا، لأن احنا في الشراكة مش بنسيب المشروعات اللي بنعلن عنها، بالعكس احنا بنتابع تنفيذ المشروعات على الأرض وإيه جدوى منها وإيه المعوقات والممكنات اللي هم محتاجينهم، بحيث إن احنا نساعد كل في دولته إيه المعوقات والممكنات الخاصة بهذه الدول.